وفقنا ربي به نطوعوا بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتطوع المصادف ل 5 ديسمبر من كل سنة. اليوم رانا بدينا الحمد لله بالمنشآت وقطاعات الشباب والرياضة، بدينا بالمسبح الأولمبي، مركز الترفيه العلمي دباز، مرورا بالمدرسة الوطنية الأولمبية لولاية سديف، اللي المبادرة شرفت عليها وزارة الشباب والرياضة وطلقت العملية بدات يوم 4 إلى غاية 10. احنا الجمعية تاعنا اليوم رانا بشرنا في العملية هذه، انطلقنا هنا بهياكل الشباب والرياضة، وغدوا إن شاء الله عندنا ملعب 8 ماي 45، وعندنا المكاتب عبر إقليم الولاية اللي راي في بيوت الشباب. اليوم بمناسبة اليوم الدولي للتطوع ساهمنا في مبادرة لتنظيف المحيط الخارجي والداخلي لمركز الترفيه العلمي لبيز. كما لاحظتوا رانا قمنا بمهمة وساهمنا بشي اللي نقدروا عليه وبارك الله فيك. نحن كشباب نعاونوا، خطركش عمال النظافه الله غالب ما قدروش، راكم تشوفوا فيهم ناس كبار، ناس لازم احنا نحافظوا على البيئه تاعنا، كل شاب يحافظ على البيئه تاعو لانه ما دوم غير البيئه تاعنا والانتوراج تاعنا. الرساله هذه نوصلوها للشباب الجزائري تاعنا، خاصه الشباب الجزائري لازم نتطوع، لان الجزائر بلد تاعنا، احنا اللي نوقفوا على البلاد تاعنا، وكل ما نوقفوش احنا ما يجيناش واحد اخر، لازم نكونوا كل نساهموا في هذه المبادرة، لأن عمل النظافة وحده ما يقدرش.